شكون الساعة رفع القضية ضد نادي جلاسي محمد بن سلامة؟ نيب العمومية قضية. معناتها مش وزير الثقافة؟ لا لا، وزير الثقافة، وزارة الثقافة لم ترفع ولا قضية بأي فنان أو بأي جهة يعني عندها علاقة بمعرض العدلية. حبيت نسألك على القضية، أنتم رفعتوا قضية زادة ضد الناس اللي اعتدوا على اللوحات؟ احنا رفعنا قضايا، فما قضايا يعني تم رفضها شكلاً ومضمون. المحامين قاعد ألي هي القضية اللي تم رفضها؟ عديد القضايا رفعوها الفنانين وتم رفضها. أنا هم منهم أيضا. فنانسي عبد الرحمن متجولي هو يعني فنان تشكيلي رفع قضية وقع رفع لها شكل نوم. علاش؟ شنية معنى القضية بدأ؟ القضية بخصوص العبدلية. بالنسبة لي نحن كنقابة على ضوء الرفض اللي وقع القضايا متاع رفوع الفنانين، المحامين اللي كلفناهم وكلنا لهم يعني رفع القضية باسم النقابة، رأوا أنه فهمتي من الأحسن أنه يكون الملف الاتهام يعني بالقرائن وبالأدلة ويعني كل الضوابط يعني القانونية اللازمة اللي تحفظ القضية المسلك متاعها. لكن فما معناتها لوحات رينيهم معناتها مقطعين ديجا، اما المشكل انه وزير الداخليه قال فما معناتها امبوسيبل تكون انه سلفيين ولا اي انسان اخر معناتها عمل الحكايه، انه الفنانين هما بيدهم معناتها مشكوك انه هما اللي عملوا الاعتداء. اي هذا هذا هذا, هذا يليت يعني وزير الداخليه، انه وهو وزير داخليه يعني يملك الاراده ويملك يعني القوه والفعل انه يأكد هذا يعني على مستوى القانوني، يرفع قضايا بالفنانين اللي قطعوا مثلا، يعطي اثباتات انه الفنانين هم اللي قطعوا. انتم مش تعملوا معناتها فينا الموضوع؟ معناتها بيسكو ما عندكم القضاء ما اعترفتكم وكلنا معناتها شنو اصل ماركة؟ هي ماركة مش متاع النهار ونهارين، هي ماركة متاع حريات وماركة متاع يعني إيه نعرف انها ماركة، اما كيفاش الكيفية؟ الكيفية عبر القضاء. قضاء رفض معناتها القضاء سيء، خليه يعاود يرفض، ما يسالش، خليه يعاود يرفض، لانه كيقولوا القضيه موجوده، القضايا هي صحيح متوجه للقضاء فقط، لكن متوجه للمجتمع التونسي زاد حتى يعلم ويرى بالقرائن وبالادله شنو موجود في تونس حتى ما يخص القضاء نفسه. قداش من قضيه رفعتوها وترفضت؟ والله عديد القضايا، ما عنديش الرقم، ما عنديش الرقم.